نظم صباح اليوم وزارة الزراعة والإنتاج والري والمعدات الزراعية بالتنسيق مع لجنة ما بين دول إفريقيا المركزية ورشة تدريبية لصالح المزارعين والرعاة حول كيفية استخدام المبيدات الحشرية وزيادة الإنتاج الزراعي. تقرير عرجون محمد أحمد. الصدى الوطني في البلاد، وبهذا الصدد جاء تنظيم هذه الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة واللجنة ما بين دول أفريقيا المركزية المعروفة اقتصارا بدول السماد، وذلك بهدف توعية الرعاة والمزارعين حول كيفية الاستخدام الأمثل للسماد والمبيدات الحشرية. في كلمته بهذه المناسبة، المدير العلمي للجنة المشتركة لدول أفريقيا المركزية أكد أنه لابد من إعداد قوانين مشتركة لاستعمال هذه المبيدات في أفريقيا المركزية وفق المنظومة الأفريقية وهيكلها الذي أسس منذ العام 2007 والذي تم اعتماده في العام 2012، وذلك من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي. أما أمين الدولة بوزارة الزراعة نادي تودي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل مكافحة الآفات الزراعية التي تضر بالإنتاج الزراعي وتعيق الإنتاج بسبب إتلاف المحاصيل الزراعية، وأضاف أنه لابد من توفير المبيدات الحشرية وتنوير المزارعين وتدريبهم حول الاستخدام الأمثل لهذه المبيدات.